شوف يعني عندك هاي القناني كلش خطره، يعني هسه بس يجيها غل رطوبه راح يجي شتي عليها، غل رطوبه راح تنفجر، هذه كلها راح تاخذ رطوبه فكلها خايسه. هي حاله من عدم الاكتراث لارواح اناس تتجاوز 10,000 نسمه. هكذا يمكننا وصف الواقع الموقوت لاسطوانات الكلور في محطات تصفيه المياه في محافظه صلاح الدين التي تهدد حياة القرى المجاورة لها، خصوصا بعدما شهدته هذه القرى من حالات تسمم وكوارث في الأمس القريب. نشتكي انه يعني انفجر ذاك اليوم وحده فاشعلت بستان كامل، انت شفتوها البستان الكلور يعني انفجر وشعل بستان كامل، ورغم انه ذاك اليوم هم طقت وحده اثنين ثلاثه بالرطوبه هم تسمموا، وعندنا تقريبا خمس سته ونقلوهم البلد المستشفى بلد، وهو مشروع كبير، هذا مشروع موحد بلد الكبير، يعني ينطل يثرب ناحيه، يثرب ناحيه اسحاقي، عندك تل الذهب، عندك عزيز بلد، يعني هاي كلها يجهزها هذا المشروع، يعني المشروع العالم كلها هي معاناته هواية. ومرة أخرى تعلق الأخطاء على شماعة الضوابط الرتيبة التي تمتاز بها المؤسسات الحكومية، وتدخل النرجسية في التعاقد مع شركات قد تلامس واقعا لا زال يعيش كوارث مرتقبة. بلشنا بالتثقيف وخاصة عبر تعزيز الصحة، كل المراكز الصحية أنه تبدي تبين مساوئ هاي المواد خاصة مادة الكلور في حالة إذا تسربت إلى البيوت أو إلى المي بتركيز عالي. تم النشر وتأكيد على أيضا العاملين اللي يشتغلون بالمشاريع أنه يحافظون على شلون يأمنوها بحيث أنه ما تكون تسقط بإيد أيادي غير أمينة. لتأخر الإجراءات المتخذة من قبل الشركة المنفذة تم توفير أجهزة الحماية من أقنعة كلور بالعدد الكافي اللي يأمن للمشغلين بالمشروع، والاتصال مستمر مع فريق الدفاع المدني في بلد لأي طارئ، وعندنا آلياتنا موجودة مستعدة لطمر أي قنينة يصل بها تسرب خلال يعني نص ساعة وأقل من ذلك. وتبقى هذه القرى تعيش على فوهة بركان حكومي موقوت حتى إشعار غير مسمى. جميل الغزالي، قناة رشيد الفضائية، محافظة صلاح الدين.